في الأيام أو الأشهر المقبلة ستكون هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للمغرب، وستكون هناك اتفاقية كبرى في هذا المجال. ثم هناك في القريب ربما افتتاح قنصلية إسرائيلية في الدخلة، وستكون تلك هي البداية لمجموعة من الدول سواء في أوروبا أو سواء غيرها التي لا تزال تتكلم عن الموضوع بشكل محتشم ليخرج موقفها لتنضم إلى إسبانيا وألمانيا في دعم المغرب في الحفاظ وفي الدفاع عن وحدته الترابية. إذن هناك كما قلت النتائج ديال هذا القرار هي نتائج كثيرة وكبرى على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على مستوى كثير من الأشياء إن شاء الله ننتظرها من هذا القرار اللي هو كما قلت قرار تاريخي ذو أهمية كبرى، لأنه لا يمكن كما قلت لك أن نتحدث على إسرائيل دون أن نتحدث على لوبي قوي في واشنطن، لوبي قوي في أوروبا وفي كل العواصم الدولية. هذا اللوبي اليوم التي نتتبع الآن مواقف قياداتهم على السلم الداعمة للمغرب كبلد ذو مصداقية، بلد ينعم بالأمن والاستقرار، هذا الأمن والاستقرار الذي يسعى بعض جيراننا وللأسف الشديد لزعزعته والتأثير عليه. اليوم حل الوقت، وهذه هي رسالتي أنا، حل الوقت لبعض من كنا نظنهم أنهم حلفاء وشركاء تاريخيين تقليديين أن يتعقلوا. حان الوقت ليتعقلوا، وهنا أشير لفرنسا بالضبط، حان الوقت ليتعقلوا. هذا الأسلوب ديال الابتزاز وهذا الأسلوب ديال البلوكاج تجاه المغرب وهذا الأسلوب ديال استهداف أساليب استخبارات البائسة لاستهداف رموز الدولة وغيره أعتقد لن يجدي في شيء، لأنه كيف قلت في البداية وأختتم بها العلاقة بين الشعب المغربي وقيادته قيادة علاقة متينة حكيمة مبنية على الصدق والوفاء ومبنية على الحب، مبنية على الحب، الحب الذي يربط بين الأب وأبنائه. وبالتالي كل ما تعملونه، لأن كما قلت لك الآن بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد انخرطت في مخططات الكبرانات الذي لديهم عقدة تجاه المغرب، إذن هنا هذا القرار كله سيزعزع الكثير من ما يتم التخطيط له سواء في باريس أو سواء في قصر المرادية ضد المغرب. ولذلك ليس غريبا اليوم أنك غادي تمشي تطل الآن على هاد إحدى القنوات الفرنسية اللي هي لا يشك اليوم أحد أنها قناة تابعة للاستخبارات الفرنسية، وسواء إعلام الكبرنات اليوم منذ يوم أمس البكاء والنبح، البكاء والنبح ولا شيء ولا شيء، في حين أن في داخل القناة هذه التي تنتقد هذا التوجه وكذا يوجد إسرائيليين، يوجد إسرائيليين. إذن هنيئا للشعب المغربي، شكرا للسيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شكرا للدولة الإسرائيلية، تعالوا لنبني علاقة متينة مبنية على الاحترام، مبنية على رابح رابح كما وضع لذلك كخط عريض وصريح للدبلوماسية المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.